أهلا بكم. مرت 55 سنة على استقلال العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية من الاستعمار البريطاني، ويصادف اليوم 30 من نوفمبر ذكرى استقلال الجنوب الأول. إذ أن عدد غير قليل من الجنوبيين اعتبروا أنهم تحت احتلال نظام شمال اليمن بعد العام 1994، أي بعد فرض الوحدة اليمنية بالقوة، وما زالوا يسعون لتحقيق الاستقلال الثاني. فما هي التحديات التي تقف اليوم في وجه أبناء المحافظات الجنوبية بعد أكثر من نصف قرن من تحررهم من الاحتلال البريطاني؟ دعوني أرحب بضيوف الاستديو: أنور التميمي الصحفي في الغد المشرق، ياسر اليافعي كذلك زميلنا في نفس القناة، أحمد الصالح قيادي في الحراك الجنوبي، أنيس الشرفي نائب الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي. ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. ونبدأ النقاش. أبدأ معك ياسر، كيف الاحتفالات بهذه المناسبة 55 سنة على استقلال الجنوب من الاحتلال البريطاني، هل اختلفت مثلا عن الأعوام الماضية؟ تقصد الاحتفالات الشعبية بهذه المناسبة؟ شعبية والرسمية بشكل عام. طبعا شهدت عدد من المحافظات الجنوبية احتفالات، منها محافظة أبيان، زنجبار عاصمة محافظة أبيان كذلك حضرموت بعض المناطق شهدت فيها احتفالات، العاصمة عدن شهدت بعض الاحتفالات من قبل نظمها المجلس الانتقالي الجنوبي، وكالعادة يعني مثل كل عام روتين سنوي مستمر. ما في اختلاف كبير يعني؟ ما في اختلاف، مع أنه نأمل أنه المفروض من هذه الذكرى تأخذ العظات والعبر حتى ما نكرر الأخطاء. نحن حصلنا على الاستقلال في 67 والآن تراكمت الأخطاء حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، بالتالي ما نريد نكرر الأخطاء، لابد أن الجيل الجديد من أبناء الجنوب يعي تلك الأخطاء حتى لا يكررها إذا حصل الاستقلال الثاني غريبا. أنور، يعني ما فيها مبالغة لما يوصف بأنه الاستقلال الأول في انتظار الاستقلال الثاني، يعني بأنه عندك استعمار أجنبي وإلى الآن يعتبر بأنه اليمن بلد واحد، حتى المجتمع الدولي معترف فيه، ولا ما اعتبروا حتى تطبيق الوحدة بالقوة على أنه احتلال. لا يختلف المستعمر، طبعا وضع المستعمر هذا بين مزدوجين لأنه ارتبط بالتعمير يعني، وبين احتلال الداخلي. الاحتلال الداخلي هو أسوأ، حتى وان كنا افترضنا يعني اليمن الجغرافي بينه مزدوجين يعني بتاريخ مشترك، وهذا لم يعني ما كان حاصل ابدا. فارى بانه بالفعل ما هو قائم حاليا، اي وضع مفروض بالقوه هو احتلال، اي وضع مفروض خارج الاراده الجمعيه الشعبيه هو الاحتلال، اي تشكيله او يعني عسكريه دخلت الى منطقه بالمدفع والدبابه وفرضت امر واقع وسيطرت على مؤسسات وسيطرت على أملاك عامة وأملاك خاصة، ماذا نسمي ذلك؟ الاستعمار البريطاني لم يقم بهذا الأمر. أحمد صالح، أنت قيادي جنوبي، مساء الخير. البعض بيقول أنه كان التحرر من الاستعمار الأجنبي البريطاني قبل 55 سنة كان أسهل من الانعتاق من نظام صنعاء، كلام واقعي أو مبالغ فيه؟ أولا مساء الخير عليكم وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. خليني في البداية يعني أبارك لشعبنا في الجنوب في الحقيقة، يعني هذه الذكرى 55 سنة على الاستقلال الأول، وأبارك لأسر الشهداء وللجرحى والمناضلين في الجبهات، لكل قياداتنا الموجودين اليوم الذين لا زالوا اليوم يعني يمثلون أيضا تطلعاتنا الحالية والحقيقية. أيضا خارج إطار الحلقة، اليوم أيضا يصادف ذكرى يعني مولد ابني المعتصم، أحب أبارك له، كان يفترض أني أكون معه اليوم. ألف مبروك. أي نعم، فكل سنة وانت طيبة معتصم، أكيد بيشوف الحلقة، ف يعني مش عادة أني يغيب عنه، لكن أتمنى أنه يعذرنا بحكم أننا مسافرين. خلني أقول كلمة، ربما اليوم بعد أن أصبحت الدول المستعمرة أو دول الاحتلال التي احتلت العالم على رأسها بريطانيا أصبحت دول يعني من العالم الأول وتقدم نصائح في حقوق الإنسان، أصبح يعني لا أحد يريد أن يتحدث عن الاستعمار والاحتلال بطريقة غير ما كانت عليه في السابق. لكن دعني أقول بأن الاستعمار أو الاحتلال له وجه واحد، وهو وجه بغيض وقبيح جدا أيا كانت الدولة المستعمرة وأيا كان الطرف الذي يرعى هذا الاحتلال. طيب. أو يقف عليه أيا كان في كل الأحوال. بالتالي مسألة 30 نوفمبر 67 تعني انعتاقة كبيرة جدا لشعبنا الجنوبي في مرحلة فارقة،
وكان يفترض يتم استغلال هذه الذكرى أو تلك المرحلة الحقيقية، لأنه الرفاق في تلك الفترة الذين استلموا الثوار الأحرار في تلك المرحلة استلموا أيضا دولة قائمة، لم تكن دولة منهارة أو مؤسسات مدمرة، كانت دولة بمؤسسات قائمة. بينما في 94 أخذت عنهم الدولة، سرقت ونهبت وتم تسليمها للأسف الشديد من شركاء الوحدة في تلك اللحظة. هناك أنا أعتقد فيه مفارقة، الاحتلال احتلال في كل الأحوال، لكن أتحدث لك على ما كان يفترض أن يحصل. وهذا الأمر نريد أن نقوله اليوم لأهلنا، لأخواننا، لقياداتنا اليوم، لشعبنا اليوم في الداخل، بأنه يجب علينا أن نتعلم وأن نتعظ من ما حصل فترات سابقة. تعلموا برأيك يا أحمد صالح؟ هناك لا زالت للأسف الشديد بعض الخطوات والهفوات التي نمر فيها على أثر ما حصل في السابق. مثل إيش؟ كثير منها سلوكيات، دعني أقول بأن هناك سلوكيات كثيرة جدا في آلية التعامل بيننا البين مثلا كجنوبيين. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نتحدث عنها بوضوح كامل دون خجل. نحن نتحدث عن دولة، لا نتحدث عن مسألة قبلية أو جهوية صغيرة، نتحدث عن دولة ذات حدود كبيرة وواسعة واقتصاد. بالتالي أتحدث لك مثلا عن علاقتنا بين البين كجنوبيين، لأنه في نقطة مهمة جدا يجب أن نتحدث عنها أيضا بصوت عالي. مرحلة الوحدة الجنوبية بين أبناء الجنوب كانت 23 سنة فقط، من 67 إلى 90، هذه المرحلة الوحيدة التي مرحلتنا في الوحدة الآن إلى هذه اللحظة تعتبر هي الأطول من مرحلتنا كوحدة مع الجنوب. بين البين كجنوبيين تعرف كانت مشيخات وسلطنات وانقسامات والكل يعرفها. أنا أتحدث هنا حول مسألة يجب علينا أن لا نراهن إلا على مسألة آلية الحوار فيما بين البين. آلية، وأنت تقول إنه هذه المراهنة للأسف ما تمت، يعني ما نجحت. لا، هناك في 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 عمل، في عمل يسير في هذه اللحظات، لكن طيب. لكن دعني أكمل الجزئية هذه. في عمل يسير في هذا الاتجاه، لكن هذا العمل ناقص، بحاجة إلى جهد حقيقي، بحاجة إلى قبول بعضنا البعض، بعيد عن ترهات التاريخ. عندما نتحدث الآن هناك أيضا إسقاطات لبعض المحافظات، لبعض الشخصيات، لبعض القيادات، أيضا يريد البعض أن يحمل بعض القرى أو المحافظات أو القبائل تبعات أسماء سابقة. هذا أمر لا يعنينا اليوم. إحنا قاعدين لسه أنيس شرفي، عجبك الكلام هذا ولا كيف؟ بصراحة نحن في مرحلة، يعني مرحلة فارقة في تاريخ شعبنا الجنوبي، ومررنا بعدة معضلات، ومن ضمنها برضه فترة 30 عام من 1990 وبالذات ما بعد 1994 إلى اليوم، مررنا بمرحلة تجهيل، مرحلة تغييب الوعي، مرحلة خلق نزاعات وشحن وتمزيق المجتمع الجنوبي، تمزيقه إلى يعني سواء اجتماعيا أو قبليا أو سياسيا، خلق العديد من المتناقضات داخل المجتمع الجنوبي من أجل يعني إشغاله بصراع داخلي. إيه ما زالت موجودة يعني. وصرفه عن أهداف، ما زالت موجودة. في لها تبعات، لكن ما يتم العمل عليه حاليا، وبالذات في إطار الحوار الذي أطلقه الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، يعني حققنا نجاحات طيبة ويتم العمل والحوار مستمر. وش النجاحات اللي والحوار مستمر؟ في تقاربات، كثيرة، وأهم ما في الأمر أنك خلقت نوع من التواصل المستمر، بشكل دائم من نهاية 2017 وحتى اليوم. لجان حوار تتجدد وتشكل بشكل دائم. طيب. والحوار مستمر في إطار الجنوبي. طيب خلينا نطلع من موضوعنا، مش الانتقاد، موضوعنا بشكل عام. ما يهمنا في المرحلة الراهنة هو أن نوحد القوى، أن نوحد الجنوب باتجاه عدو أكبر. طيب. باتجاه الخلاص، الخلاص تحقق الاستقلال الثاني. طيب ياسر، الآن البعض يعني هذا الكلام يقول لك إنه مشكلة الجنوبيين، وربما في بعض المقالات وبعض التحليلات حتى من الجنوبيين أنفسهم تتطرق لهذا الموضوع، أن المشكلة كما كانت قبل أكثر من نصف قرن، المشكلة ما بعد الاستقلال كانت بين الجنوبيين، اليوم كمان في مشكلة عميقة بين الجنوبيين، ومن غير انه ما يعني لا اذا لم يتجاوزوها ممكن يتكرر السيناريو السابق. يعني بكره لو فكوا الارتباط الجنوبيين مع الشماليين ورجعت دوله ايا كانت اسمها، صارت دوله الجنوبيين، غير مؤهله انها تكون مستقره. تفضل.
لا أوافق على هذا الكلام. ما توافق؟ طبعا لا أوافق بشدة، لأنه اليوم الجنوبيين معظمهم حتى وإن اختلفوا في وجهات النظر متعطشين لدولة جنوبية، وأكثرهم تعلم من الأخطاء السابقة، وهذا ما نؤكد عليه أنه لابد من أن نتعلم من الأخطاء السابقة التي صاحبت الاستقلال الأول بعد 67، لأنها كانت أخطاء كارثية. وربما كان المشهد أقل تعقيدا مما هو اليوم. اليوم المشهد أكثر تعقيدا عما كان 67، مثل ما أشار الأخ أحمد أنه استلمنا 67 استلموا دولة جاهزة كانت عبارة عن إمارات ومشيخات، كان بالإمكان لماذا؟ لأنه كرروا أخطاء، حاولوا يستعيروا مشاريع أكبر منهم. طيب. وأفكار أكبر من تفكيرهم، وحاولوا يبعدوا عنهم عن محيطهم الخليجي والعربي. بالتالي اليوم نحن بدأنا بمعالجة هذه الأخطاء، نحن أقرب إلى الخليج من أي وقت مضى. بالإضافة إلى الحوار أقرب الخليج؟ أقرب إلى الخليج من فترات ما، من أي ناحية؟ من كل شيء. بالعلاقات نحن تقصد. شركاء على الأرض أصلا اليوم. بالعلاقات اليوم هي. شركاء وتضحيات متبادلة وشراكة مستمرة. هذه نقطة مهمة جدا. السلطنات والمشيخات قبل الاستقلال كانت ايضا قريبه من دول الخليج في تلك اللحظه. انا اتكلم عن الاخطاء بعد 67 ايضا. مع ذلك انا اقصد انه السلوكيات ربما تنحرف في لحظه من اللحظات بسبب قرار قائد واحد عندما يستولي على السلطه. اوكي. معنى ادق، انا اقصد لك انه علاقات المشيخات والسلطنات فترات سابقه كلها، وهذا امر مؤرخ يعني موثق للجميع، كانت علاقتها جدا بينهم اتفاقيات وعهود وبينهم مراسلات وبينهم صحيح. بالتالي انا اقصد انه مساله النظره للسلطه يجب ان نفرق بين مساله استعاده الدوله ومسألة أيضا البحث عن السلطة. هناك لدينا إشكالية، لدينا معايير مزدوجة من كثير من ما ينظرون لاستعادة الدولة. الآن دعنا نقول بأن الشارع الجنوبي بحاجة أيضا إلى إعادة تجديد الخطاب. خطاب حق 2007 الحراك الجنوبي، الحركة الشعبية ما يسمى الحراك الجنوبي اللي كنا في فترات سابقة، يختلف عن مرحلتنا اليوم، لأن أصبحنا اليوم جزء من دولة، من كيان، من مؤسسات. وإيش مشكلة الخطاب هذا اللي أنت تريد أنه بقول تغيير؟ الخطاب هو أول نواة لأي مشروع سياسي حقيقي، إما بالسلب وإما بالإيجاب. أي بس خطاب تقصد مع من؟ بين الجنوبيين أنفسهم ولا مع؟ نعم للجنوب. لأنه إذا تتحدث للداخل وللآخرين أيضا. دعني أقول لك أيضا، إحنا مثل ما قلت أنت تتحدث عن آلية من علاقتنا مع دول الخليج، صح ولا لا؟ صحيح. بالتالي الخطاب أيضا يجب أن يكون مطمئن أيضا لأشقائنا، أنه خطاب أنه لدينا بحكم لدينا علاقة كانت مرحلة سيئة جدا، كان خطاب مخوف. لا بس فيما يخص الخليج الآن أنت تجاوز مرحلة الخطاب إلى مرحلة الأفعال على الأرض. انت الان لدينا خطاب جنوبي احيانا بالبعض انا اتحدث، هو خطاب خافت لكن ربما يتوسع، يهاجم ايضا جزء من ادوار دول الخليج. هذا اشخاص بس على المستوى الرسمي، على المستوى الرسمي وعلى مستوى الكيانات الموجوده في الجنوب. احنا اليوم وبالذات الكيانات الفاعله لدي في حاله لا دوله. اذا كان انا وانت والقيادات اللي موجودين اليوم كلهم لديهم ارتباط بدول الخليج او مصالح مشتركه، من الطبيعي جدا يكون خطابهم كذا. انا اتحدث لك عن خطاب الشارع. ابعد الان مثلا الان في هذا العيد، عيد 30 نوفمبر، يوافق برضه يوم الشهيد الاماراتي. الشهيد الاماراتي هذا اغلب شهداء الامارات هم عندنا في الجنوب وفي اليمن بشكل عام. كان الفعاليه رفعت في الفعاليات التي شهدتها مختلف محافظات الجنوب، رفعت فيها صور زعماء السعوديه، زعماء دوله الامارات، اعلام 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 وشعارات دوله الامارات والمملكه العربيه السعوديه، وهذا دليل على ان التقارب مع الخليج والعمق الخليجي هو ابعد من مستوى رسمي. انه مستوى شعبي. مستوى شعبي. انور، هل هناك حاجه لتغيير الخطاب كما اشار احمد صالح، خطاب الجنوبي تحديدا؟ انا اعتقد بانه في خطاب رسمي يعني يراعي الجانب البروتوكولي، فلا يمكن ان يكون الا ضمن الحاله العروبيه العامه، هذه مساله مفروغ منها. ولكن انا اقصد يعني ربما يقصد الاستاذ احمد بالخطاب ليس فقط هذا المسموع في اجهزه الاعلام وفي غيره، ولكن احيانا الاداء السياسي الصامت هذا هو يوحي بالخطاب. الحراك الشعبي هو كذلك خطاب، يعني الخطاب ليس فقط هو المفردات والكلمات المنطوقه، الخطاب هو كذلك المطبوعه او بالضبط المنشورات التي تنشر. يعني ربما يعني مثلا حتى هذه الحركة المصالحات الجنوبية في تيار أساسي للأسف يعني مستبعد منها، وهو التيار اللي كان مرتبط اقتصاديا بمرحلة الاستعمار البريطاني اللي هي مرحلة ازدهار. أو هذا كلام. هذه لماذا لا يكون يعني ركزوا على هذه التطمينات الحقيقية. أنور يعني مثلا أنور لحظة خلنا نعيد
يمكن لأنه ما ركز، ربما هذه نقطة مهمة خاصة من تعرض للتأميم مثلا في هذا الموضوع في 69 أين هم من المصالحات؟ يقصد من تعرض المشايخ والسلاطين الذين تعرضوا للظلم والاغتصاب بعد 67 بالضبط، المؤسسات الاقتصادية الكبرى هم عنصر فاعل الآن في إطار ليس الحوار الجنوبي هو عنصر فاعل. لا غير صحيح، لا غير صحيح، ليس عنصر فاعل الكلام هذا، هذا رأس المال في تواصل محدود جدا محدود جدا. خلينا نكون واضحين، خلينا نقول لكم حاجة، شوفوا احنا كلنا جنوبيين بعيد عن المزايدات، كلنا مؤمنين باستعادة الدولة الجنوبية ونريدها غدا بعيد عن المزايدات، ولا نسمح لأحد أيا كان صغير كبير حزب كتلة محافظة قبيلة يجي زايد على الآخرين إطلاقا. خطابنا واضح للجميع بأننا نريد استعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن غدا، نريدها كذا. لكن هذا الخطاب وهذا الحديث وهذا الإيمان الذي موجود بحاجة إلى عمل يوازي هذا الكلام. أني اتصلت بك أو رسلت لك رسالة أو جبت واحد من أولادك معي في مكان، نحن نتحدث ولا نتحدث فقط عن أسر وعن مشايخ، نتحدث عن قطاعات واسعة من المجتمع ونتحدث عن الشراكة. دعني أقول بحاجة مهمة جدا، في كثير من القطاعات في محافظات معينة ترى بأن الخطاب ليس هناك خطاب تطميني اتجاه المشروع الدولة الجنوبية. خلنا نتكلم بوضوح، نحن بحاجة إلى أن ما عندهم تحدث الخطاب، لا تحدث على الأوراق الرسمية. هذا دورنا، هذا دورنا كلنا، هذا دورنا، هذا ما نسعى لإيصاله للجميع. يجب أن نقدم خطاب، يجب أن نقدم خطاب تطميني للجميع بأن الدولة الجنوبية اولا ستتعلم القادمه الاستقلال القادم بحاجه الى ماذا؟ ان نتجاوز كل خلافاتنا السابقه وان لا نبني عليها ايضا جزء من عداوات وتصفيه حسابات سابقه، لانه ابوك كان فلان ولا جدك فلان. لا بعدين بس لا، ما هو دوركم، ما هو دوركم كنخبه فاعله في المجتمع على الموضوع يعني فاعله ومتعلمه، ما هو دوركم في هذا الجانب في 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 موضوع الخطاب والتطمين؟ هو دائما ياتي، كان لو تحدثنا على بعد 67 كان في تيار وهو اللي يقود الجنوب متجه بالخصومه مع دول الخليج. اليوم نقول المجلس الانتقالي هو أكثر أو أكبر المكونات الجنوبية، لا، خطابه خطاب تطميني، وبالتالي صحيح. هذا يعطي الشارع ثقة أكبر عكس لما يكون مثلا لو كان اليوم الخطاب المجلس الانتقالي معادي للخلي كان هنا المشكلة. أما إذا بغيت أصوات منفردة طيب خلينا نسأل لأنه هذا الجزء بعد شوي بيخلص. خلينا نقول أنه بعد 55 سنة من تحرر الجنوب عدن والمحافظات الأخرى الجنوبية، إيش التحديات الكبيرة الماثلة أمام الجنوبيين بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال؟ أنور، أن فترة الاستقلال كانت قصيرة جدا في عمر الدول، 23 سنة ليست كافية لإحداث انصهار وطني حقيقي، فما بالك لما تكون عد ثم أتت بعد 30 سنة فيها خطاب موجه وعمل سياسي تدميري لنسف هذه الوحدة الوطنية. طيب. لذلك العمل يجب أن يكون مكثف بدرجة أساسية، انه في اشكاليه موجوده قائمه يجب الاشتغال عليها، واللي هي المشروع الوطني للجنوب يوحد الناس كل الكل استعاده الدوله، واللي هي الاشكاليه ايش هي؟ في اشكاليات قد العدو يضخمها، قد الاعلام الخارجي يضخمها، الاعلام الخارجي المعادي يقصد، ولكن في اشكاليه حقيقيه، حكايه الانصهار الوطني يعني تحتاج الى اشتغال سياسي. انصهار وطني، كيف المشاهد البسيط بيفهم هذه العباره انصهار وطني؟ ما يوحد الجنوبيين حاليا هو هدف إبعاد الاحتلال واستعادة الدولة. في مسائل أخرى ثانوية يختلفون عليها، يجب أن تظهر على السطح. طيب. الملف الاقتصادي، وضع العاصمة عدن، أمور كثيرة جدا. خليني أقول لك أنا إضافة. كم؟ في 2015 عندما بدأت الحرب، عندما اجتاح الحوثي المناطق الجنوبية وخصوصا وصل إلى عدن، كان يعني الشارع مفرق، لكن توحدت كل طوائف المجتمع قبليا سياسيا. هذا هو الانصهار. يعني هذا هو الانصهار، لكن أتحدث لك عندما يكون هناك عدو واحد، توحد الخطاب. توحدت الصفوف، أصبح الجميع في جبهة واحدة يقاتلون دون أي تباينات أو خلافات، وكانت هذا الأمر واضح للجميع دون أي يعني أي فوارق. لكن مجرد أن خرج الحوثي وبدأت هناك تشكل قوى نفوذ، قوى مصالح، قوى سلطة، قوى تمثل مشروع سياسي حقيقي أيضا، وجد البعض أنفسهم أنهم خارج هذه المعادلة، فبدأت الإشكاليات. طبعا هل الأمر هذا طبيعي؟ الأمر طبيعي. اللي ما هو طبيعي وشو؟ أن لا تبحث الكتلة السياسية التي تمثل الصوت الأكبر عن آلية حقيقية لآلية سحب كل هذه الأصوات أو تطمينها بخطاب حقيقي حتى تستطيع أن تعمل سويا. دعني أقول لك، ما يوحد الجنوبي اليوم يفترض به أن لدينا عدو مشترك، لدينا حليف مشترك، يجب أن نبحث فقط عن مصالح الآخرين. من هو العدو المشترك؟ عدونا الآن حاليا في هذه المرحلة التي نحن فيها اليوم الحوثي فقط. أي قوة سياسية تريد أن تبتلع الجنوب أيضا، هذه أيضا يجب أن نتحدث بوضوح. أنيس، من لا يؤمن لنا، اسمح لي من لا يؤمن لنا في الجنوب بصوتنا وحقوقنا وحقنا في دولتنا فلن نؤمن فيه. من يعدنا بالموت لن يعد بالحياة، هذا خطاب واضح. أوكي. لازم كل الجميع. أوه. لكن أنا أتحدث الآن الخطاب في الجنوب بين البين ككتل سياسية، أتحدث الآن كأخوة، يجب أن يكون خطابنا تطميني، والخطاب التطميني ليس بالكلام، خطاب بالشراكة. يجب أن أكون أنا وأنت وهو كلنا موجودين
بل لا تبعدني، لا تشبعني بخطابات وطنية، كلنا وطنيين، لا تعطيني بدغدغة المشاعر، أنا أريد الجميع أن يكون موجود. وعندما أقول الجميع أتحدث عن قوى سياسية فاعلة، من يمثلها؟ هذا هو. وخلال لحظة، وخلال هذه 55 سنة من بعد في ذكرى الاستقلال، نحن اليوم ذكرى 55 سنة على استقلال عدن والمحافظات الجنوبية، الكثير من الشعارات والكلام اللي يعني ضيع البلد قيل لمدة طويلة، وكانك تقول انه يفضل يعني من الافضل انه تجنب تكرار هذه هذا الامر الطبيعي. اذا لم نتعلم دروس من اذا اسمح لي، اذا لم ناخذ درس حقيقي من ما حصل في السابق من خطابات ومن اقصاء، دعني اقول لك في لحظه من اللحظات انهارت الدوله الجنوبيه بسبب هذا الممارسات، والخطاب كان موجود مختلف ان هناك دوله وان هناك شراكه، لكن حقيقه كان هناك اشكاليه كبيره جدا في منظومه الدوله، في المنظومه الوطنيه ايضا، مثل ما ذكر الاستاذ حول مساله الانصهار الحقيقي بين كافه المناطق وتمثيلها وحضورها. هذا الامر إذا كانت الدولة تحكم بالحديد والنار ربما كثير من الأمور لا تظهر، لكن نحن لا نريد أن نعود إلى دولة بوليسية عسكرية مثل ما حصل معنا فترات سابقة، ويصبح الجيش أداة لقتلنا فيما بعد بالانقلابات أو غيرها. لا نريد الأمر هذا، نريد شراكة حقيقية تضمن هذه الشراكة استمرار واستقرار الدولة الجنوبية القادمة بوضوح، تضمن مصالح الناس، تضمن حضورهم، تضمن الشراكة الحقيقية بين الجميع دون إقصاء أو تهميش. طيب بعد أوكي طوينا الملف هذا، بنروح للموضوع الثاني، ولكن بعد الفاصل. الإمارات تحتفي بيوم الشهيد وتحتفل بعيدها الوطني، خليكم معنا.